بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إخواني وأحبابي وأعزائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعمل لكم فيديو جديد ونبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي وأعزائي في كل مكان، كل عام خير. اليوم جات لنا واحد كادو كبير يعني، تبارك الله، من احد المتابعين، ونشكرها بالذات بالذات من وجدة، عايشة في فرنسا، تحياتي ليها، ونشكرها بالذات بالذات على الكادو ديالها. ومش هنقول لكم ايش الكادو، هنشوفكم الكادو يجي، هنوريكم الكادو ونوريه لكم. كادو الهدية صغرى الكادو الهدية الهدية. السلام عليكم، سعيدة نأتيني. السلام عليكم أحبابنا أخوتنا كثيرين، لاباس عليكم. يا ربي تكونوا بخير، ودخل علينا وعليكم شهر رمضان بالخير وبالرزق إن شاء الله. وبصراحة أنا متفائلة بهذا رمضان، لأنني إن شاء الله بدأ عندي بالخير وبالرزق، الحمد لله. نتمنى كل الناس يكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير، والمتتبعين ديالنا الزوينين اللي كيتابعونا يا رب يكونوا بسلام وصحة وحفظ لهم وليداتهم. اليوم يعني فرحنا بزاف، خصوصا انا راني ما كنعش. واحد الهدية كبيرة دورة ما عرفت تقلها الهدية، ما كنتش بتنام توم الصبح. لا ماشي هكاك، لانها خاصاني هذه الحاجة، لانها خاصاني والله يجازيها بخير، لانها خاصاني في الدار هذه المسألة، يعني خاصاني ضروري اللي محتاجة. ما غنقول انا ما قلت والو في الدار ولا في الشارع ولا فين. يعني شكرا شكرا لاختي فريزة، شكرا 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 ليك بزاف. تحية الناس وجدة، الله يعطيكم العز، شكرا ليك بزاف. شكرا الناس الجاليه، شكرا اختي فريزه، الله يحفظ وليداتك ويعطيك منويتي. ونبغي المتتبعين ديال قناه يوميه مصري في المغرب، الله يجازيكم بخير الدعوه معها، لانها دائما مسانداني ودائما واقفه معايا. شكرا على هاد الهديه اللي كبيره 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 بزاف، الله يجازيك بخير. يعني صراحه جاتني البكيه، يعني النهار اللي قالتها لي جاتني البكيه. يعني يعني شي حد اللي غير كيتابعك وماشي من عائلتك، ولا شي حد اللي ماشي قريب منك في انهم كيتفرجوا فيك، وهذه يعني وحست بيا، يعني باش شي حد يحس بك وهو باقي ما تعاشاش معاك وباقي ما عرفكش وباقي ما شاركش معاك الطعام، يعني راه شي حاجه كبيره بزاف. يعني شي واحد اللي كيكبر بك وانت ماشي، ما هي اختك، ما هي شي حد اللي قريب منك وحاسه بك، يعني شي حد يحس بك وهو ماشي من عائلتك ولا شي واحد اللي قريب لك، راه شي حاجه كنشكرها بزاف، والله يجازيها بخير ويجعلها لها في ميزان حسناتها. ما ننساش الخير ديالها صراحه، لانها دائما مسانداني. شكرا ليها، شكرا 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 ليها، وشكرا لكل المتابعين من المحيط للخليج وكل الجاليه المغربيه خارج الوطن وداخل الوطن. ديالكم والتعاليق ديالكم زوينه حتى هي، راه شي حاجه كبيره، الله يخليكم لينا. وان شاء الله غنوريكم الهديه، ان شاء الله غنوريكم. كملوا معنا الفيديو، كملوا معنا الفيديو، غنوريكم واحد الهديه اللي كبيره وزوينه وفرحتني. الله يفرح هذه الاخت اللي فرحتني، شكرا لها بزاف في هذه الاواشر وفي هذه الايام اللي كبيره عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله خليكم معنا، ما تجيوش بعيد. يلا تشوفوا معنا الهديه ان شاء الله. مرحبا اخواني وحبايبي، زي ما قلت لكم نورا جايه لها هديه. ننعس نوم، عايزة دابا تخدمها، دابا تعملها، دابا ودابا نوريكم ايش هي. وهي ورايا دابا هي حذروا حذروا كده ايش هي. تكون هذه هدية كبيرة من احد المتابعين، شكرا لها بزاف بزاف بزاف، نشكرها من هذا المكان، ونقول الله يخلف عليها ويكون في ميزان حسناتها. وشكرا لكل اخواتنا المغاربة، فرحتنا في العواشر وفرحت نورا ما عادش بتنام اصلا، تصحى وتقوم وتنام، هي تيجي انت الهدية تروح مش عارف ايه ما الحمد لله ان هي وصلت لي. دابا سمعت الضحكه بتاعتك الاول، دابا تسمع الضحكه دلوقتي. وحذروا فزروا ايش هي الهديه، ويلا تعالوا معايا اوريكم الهديه. هيا انا بطلكم الصفر عشان تحذروا الدقيقه هذه ايش هي هذه الهديه. نشوقوكم نشوقوكم. يلا هيا هيا، ومازال ما غنقولوش ليكم حتى نحلوها باش تشوفوا شنو هي الهديه. انا ديك زايد. شكرا لاختي فريزه، شكرا، فرحتنا بزاف في هذه العواشر، شكرا ليها بزاف. سعيد دير السكينه باش تحلها، ها، وتدخل
يلا افتح يا سمسم. افتح افتح الهدي. لا الشريط ولا انت هتصيب. لا اصمت اخوي. يلا احنا نوريكم. الله حليناها باش نوريكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هاي الثلاجة ما شاء الله من الحاجة الرفيعة. ربي والله يتقل بك يضرب حق الله. واحد الفرحة فرحاتنا. يلا سعيد صل على النبي. صلاة وسلام على رسول الله إلى سيدنا محمد. الله معجل وخلاني بح. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك عليه الصلاة والسلام. صلاة خصنا نقولها ثلاث مرات. صلاة وسلام عروسة. صلاة وسلام على رسول الله إلى وقول. صلاة وسلام على رسول الله إلى جاي إلى جا سيدنا محمد. عاوتاني الثالثة. صلاة وسلام على رسول الله إلى جاي إلى جا سيدنا محمد. سمعوا لي صوتي باه. شكرا شكرا بزاف واللهم بارك طولنا بالصحه والسلامه. يلا نحيدها ونوريكم ان شاء الله من الداخل كيفاش دايره. ما شاء الله كبيره ومزاله. حنا الله كنحلوا فيك بحالنا بحالكم يعني كنشوفوها حنا وياكم بحال فحال. تبارك الله راه فيها 502. قالت لي مسكينه بغيت لك حاجه اللي تكون رفيعه وحاجه اللي مزيانه. الله يكبر بها صراحه خير. نرجع الى الله ونبغي المشاهدين ديالي يدعوا معاه. وشكرا لهم تما على المشاهده. راه الانسان اللي قدر على شي حاجه يجيبها مرحبا. اللي ما قدرش هذيك المشاهده وانكم كتهضروا في هذا الحق نهضروا زوينه حتى هي راه شي حاجه كبيره. كنشكركم عليها بزاف. شكرا لكم بزاف. شكرا 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 لكم. الله يخليكم. سعيد كون دورتي الباب هكا باش يدخل الكوزينه نيشان فهمت. لا ما نيرش الكون ورا كده. كون دخلتي حتى الكوزينه كان اللهم بارك ان شاء الله وتدخل بالرزق والصحة وجيب الرزق ان شاء الله باش دائما تبقى عامرة ما تخواش ان شاء الله. والله يفرح كل واحد منا وكل حاجة الله يعطيها ليه يا ربي امين. نوريو الثلاجة قديمة سعيد ولا بلاش؟ نوريوهم نحطوهم في الصورة هذه. لا 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 واش الثلاجة القديمة حتى هي تا هي مسكينة دوزات تا هي دوزات وقتها. الله يخلف على ماليها تما اللي عطاوها ليا واحد السيدة الله يجازيها بخير. تاهي صاحبت الوالدة مسكينة دوزات وقتها تا هي الله يجازيها بخير. سعيد خليك تدخل ما تسالوكش خليك تدخل هاد المطبخ وديرها. لا شنو هذا هاي الملابس؟ لا يلا خليكم معانا نتوما تشوفوها حطوها في كي غتجي في الكوزينة وكي غتكون ونحلوها لكم لداخل تشوفوها. نشوفو غنشوفو حنا وياكم بجوج. هانتوما 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وصلى عندي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله هتشوفوا كي غنحطوها في الكوزينه كي غتبان ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الدراسيه اللي قاعده في الشريط احنا نحلوها معاكم. ما شاء الله ما شاء الله جات في بلاصتها غزاله. هانتوما كيما كتشوفوا الفران ديال الضو هنا في الكري والثلاجه جات معاها حتى هي في الكري. سعيد بلي صور قدامها كدير وجه الثلاجه. مازال حيت الشعاع ضارب ما بينش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني صراحه الكوزينه كانت خاصه الثلاجه زوينه بحال هكا الحمد لله. حنا احبابنا نشاركوا معكم اي حاجه الفرح الحزن ديالنا كلشي نشاركوا معكم. ها انتما تبارك الله الفريغو ديالها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه فرماجه حيت فرماجه تغدير. سعيد نوري الناس الثلاجه وبعدين عاد فك هذا. المهم ها هي الفريزر ما شاء الله. فك براحتك بقى من انت عايزه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها هي بقى زيرو على نوفو كبيره ما شاء الله. خذ حيت فرماجه كمان. هذا فرماجه عشان رمضان. الحمد لله والله فرحت بزاف زعما هذه الفرحه. شكرا اختي بزاف فرحتيني الله يفرحك.
الحمد لله. ديال البيضه ساعي واحده ديال البيض وهذيك ديال هنا لتحت تحت ولا حطها تما ماشي مشكل. هذيك ديال هذه هانتوما كما كتشوفوا الثلاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. واحده هنا نونس ها المفروض واحده هنا ولا ما عرفتش. زي ما شفتوا اخواني واحبابي الثلاجه شكرا لهم شكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالنا نشكرها بزاف ونتمنى رب تخش عندنا بالصحه وتكتب بيها فنجان حسنتها ونختم كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وصديقك اللي جات خليت لها جمعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. وشكرا بزاف 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 واللون اللي نور عايزاه باغياه الحمد لله. الحمد لله مسكينه جابت لي احسن حاجه الله يكبر بها. الحمد لله. شكرا لها بزاف. شكرا بزاف بزاف ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وعواشركم مبروكه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.